أرى أوكرانيا قادمة على أزمة حقيقية وخطيرة، والأحداث سوف تتلاحق بشكل سلبي، كما أرى الانفصاليين يقومون بهجوم كبير على أحد المواقع، وجدال سياسي حاد بين روسيا وبعض الدول الأوروبية ومعهم أمريكا، وأرى أوكرانيا في حالة استنفار شديد لحدث مهم، وأرى أن الحرب في أوكرانيا أصبحت على الأبواب. حيث أعلن الجيش الأوكراني مقتل جندي وإصابة 6 آخرين نتيجة هجمات للانفصاليين أمس في دونباس، كما قال الجيش الأوكراني. نشوف ولي العهد محمد بن سلمان رح يكون وسيط بالعالم الأجنبي الوحيد، حيكون في وساطة بتكون بين روسيا وبين أوكرانيا، هو ولي العهد محمد بن سلمان، ما في غيره. صادق وراح يكون مؤثر بهذا. ففي حيكون له تأثير بالمنطقة. لا. هو ولي العهد صحيح. ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان نجح بإقناع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في القيام بمبادرة إنسانية تجاه أوكرانيا من خلال هذه الصفقة بين الجانبين المتصارعين. تم إطلاق سراح 10 أسرى أجانب بصفقة تبادل بين روسيا وأوكرانيا. وظهر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان كقائد يركز على تحقيق النتائج. المملكة العربية السعودية أراها تتخذ قرار بفتح موسم الحج أمام عدة دول عربية وليس من الداخل السعودي فقط، وتدريجيا سنرى مواسم الحج المقبلة تستعيد مواسم بأعداد كبيرة ومن جميع الدول الإسلامية والعربية. حلو. أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية رفع عدد حجاج موسم هذا العام إلى 1,000,000 حاج من داخل المملكة ومن خارجها أيضا. الرئيس الأمريكي جو بايدن سيكون تحت الأضواء الإعلامية بقوة ولعدة أيام، ومنشوفه بقلب المملكة العربية السعودية. زيارة عنوانها تعزيز التعاون المشترك يجريها الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى السعودية كمحطة أخيرة ضمن جولته في المنطقة. السيول والأمطار تغمر المملكة إلى بحيرات، حولت السيول شوارع عدة في مدينة جدة السعودية فغرقت بمياه الفيضانات التي نتجت عن هطول الأمطار بغزارة. الحدث الأبرز خلال المرحلة المقبلة سيكون ما بين أرمينيا وتركيا، وأرى حملة صلح وتطبيع ستحصل بين تركيا وأرمينيا. تقارب سعودي تركي مع عدة لقاءات متبادلة بين هذه الدول. هو اللقاء الأول بين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس التركي رجب طيب أردوغان منذ العام 2017. زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى تركيا تكتسي أهمية كبرى ولها دور حاسم في تشكيل وتحديد مسار العلاقات بين البلدين. ستشهد الساحة التركية تفجيرات كبيرة ومشاهد الفوضى والذعر والدماء ستحتل وسائل الإعلام بشكل كبير، والخطر الأكبر سيكون في مدينة اسطنبول. هكذا اهتز الأمن في قلب اسطنبول، ففي عز ازدحام شارع الاستقلال السياحي والتجاري الشهير في منطقة تقسيم بالمارة دوى انفجار عصر الأحد حاصدا قتلى وعشرات الجرحى. بمناسبة إطلالة شهر رمضان اللي جاي، بشوف الرئيس السوري بشار الأسد بيقوم بمبادرة إيجابية وإنسانية بإصدار عفو عن بعض السجناء بالسجون السورية، وخصوصا الشباب الذين لم يتورطوا في أعمال قتل وتخريب في سوريا. أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوما يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من قبل السوريين عدا الجرائم التي أسفرت عن قتلى. أرى الرئيس السوري في زيارة مفاجئة إلى إيران. هي زيارة مفاجئة في توقيتها وفي الإعلان عنها. زيارة الأسد لإيران ولقاؤه مطولا الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي. أرى أنه دولة الإمارات العربية المتحدة بتكون خلال 2022 حديث الإعلام العالمي والعربي بسبب حدث بارز وكبير، وما بستبعد أنه يرتبط هذا الحدث بإنجاز إماراتي على الصعيد العربي بيبدأ من سوريا. زار الرئيس السوري بشار الأسد دولة الإمارات في أول زيارة له للإمارات منذ بدء الأزمة السورية قبل 11 عاما. كما سنشهد مصالحات غير متوقعة بين سوريا وبعض الدول العربية. إنها زيارة الأولى لدولة عربية منذ اندلاع النزاع في سوريا عام 2011. الرئيس السوري بشار الأسد قرر التوجه إلى دولة الإمارات العربية. إعلان الحداد في الإمارات جراء رحيل شخصية إماراتية بارزة.
أعلنت وكالة أنباء الإمارات وفاة رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. وزارة شؤون الرئاسة أعلنت الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام وهذا أرضية يشعر بها أهل الإمارات. نعم، ضرب زلزال هز أرضية الإمارات خلال الدقائق الأولى من اليوم، واستمرت نحو أكثر من دقيقة وشملت عجمان والشارقة ودبي وأبو ظبي. سوف تتعرض دول عربية لهطول أمطار غزيرة في عز الصيف. هذه المشاهد ليست لفيضانات في إحدى الدول الأوروبية، إنما هي في دولة الإمارات العربية المتحدة التي شهدت أحوالا جوية قاسية على مدار اليومين الماضيين، خاصة في المناطق الشرقية من البلاد وصفت بغير المسبوقة. عام 2022 سيشهد فيضانات كارثية والمياه تغمر الشوارع والبيوت بشكل كارثي. ضربت سيول كبيرة إمارات الشارقة والفجيرة ورأس الخيمة في دولة الإمارات عقب هطول أمطار غزيرة تسببت بغرق بعض الطرق وانقطاعها. سوف يقوم الرئيس السيسي بمبادرة إنسانية من خلال إصدار عفو عام عن بعض السجناء الشباب الغير المحكومين بجرائم خطيرة، وذلك من أجل إعطائهم فرصة ثانية لتغيير أسلوب حياتهم نحو الأفضل بعيدا عن قطبين السجون. رجاء. بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، توجه الرئيس السيسي بدمج المفرج عنهم مجتمعيا، وذلك بعودة المفصولين إلى عملهم وعودة الطلاب المفصولين إلى جامعاتهم. التقارب الدبلوماسي بين مصر وقطر أراه يبرز إلى الواجهة من جديد ب 22، وقد نرى الرئيس السيسي يزور قطر لحدث مهم. التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الديوان الأميري بالعاصمة القطرية الدوحة، حيث رحب الأمير تميم بن حمد بالزيارة التاريخية لشقيقه السيد الرئيس في قطر، في أول زيارة رسمية لسيادته إلى الدوحة. الساحة المصرية ظهور اسم السيد جمال مبارك بشكل مفاجئ إلى الواجهة. بعد سنوات من الغياب وفي إطلالة مفاجئة، ظهر جمال مبارك النجل الأصغر للرئيس المصري الراحل حسني مبارك. الأنظار ووسائل الإعلام حول العالم تتجه إلى أحد الكنائس المرموقة لحدث مؤسف. عند الساعة 8:57 شب حريقا في أحد طوابق كنيسة القديس أبو سيفين في محافظة الجيزة، أدى إلى مقتل أكثر من 40 مؤمنا من بينهم الأب عبد المسيح نجيب، كما أصيب العشرات. العملة الورقية المصرية سيطالها التجديد والتغيير خلال المرحلة القادمة، وأرى الجنيه المصري يظهر في الأسواق بطباعة جديدة من حيث النوعية والرسم والشكل. يقول البنك المركزي المصري إنه طرح العملة في إطار تطبيق سياسة نقد نظيفة ورفع معدلات جودة الأوراق المتداولة. انظر إليها. الأولى بالتوقعات، كلكم ناطرينا وبتصدقوا وبتوصوا أنه كل اللي بتقوله بيصير. سيشغل الإعلام لفترة بسبب أحداث هامة لهذا العام ومفاجآت غير متوقعة. يعني اليوم ناطرنا توقعات بالأسماء. عندي 3 أسامي في حرف الرابع أساميون. الأحداث، أرى أن عجائب الدنيا السبعة لن تبقى كما هي، ومواقع التواصل تنشر بعض المقاطع التي تهز الناس وتحبس الأنفاس. هيدا أحلى توقع اليوم إن شاء الله. هيدي السنة هيدا أحلى توقع في اليوم. والمواقع إلى سوريا كيف وليه ما بعرف. تصريحاتها سنة مختلفة، ما عم تحكي منطق بس سياسيين. نعم. مسؤولين. نعم. كبار بتحديك تقولي حرف أول حرف أول حرف. شو رح تقول على الصعيد المحلي والعالمي؟ أنا وعدت حالي أنه أوصل لهذه الدولة وحذرهم من هذا العشاء الأخير. هذا التوقع ممكن يصير قريباً أو بعيد. سيدة الإلهام ليلى عبد اللطيف، ليلة رأس السنة على الـ LBC.